اختتمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم فعاليات أيام الزيتون للعام الحالي، والتي جاءت كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز صمود القطاع الزراعي في ظل الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على التراث الفلسطيني من خلال دعم وترويج منتج الزيت والزيتون، المزيد في رسالة الأرض المقدسة. تحتل شجرة الزيتون مكانة هامة في فلسطين، فهي بالدرجة الأولى من أهم الدخل لأهالي المنطقة، وهي الشجرة المباركة. فبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ودعما للاقتصاد الفلسطيني، أقيمت فعاليات أيام الزيتون 2024 في قاعة النادي الأرثوذكسي في بيت جالة، بالشراكة مع جمعية معصرة الزيتون التعاونية وجمعية المخرور وتنمية المرأة، وبحضور محافظ المدينة ورئيس غرفة تجارة وصناعة المحافظة الأستاذ سمير حزبون، وممثلي القناصل من إيطاليا وبلجيكا ودول أخرى، والاتحادات وممثلي المؤسسات والمدعوين والمشتركين. احنا من اليوم مشاركين في احتفال أيام الزيتون في نادي الأرثوذكسي في بيت جالة. بالنسبة للزيت الزيتون اللي عندنا اياه، احنا عندنا 1600 شجرة زيتون في دير كريمزان، ومنه بنعمل الزيت تبعنا. طبعا حبينا نشارك احنا السنة هاي ككل سنة ان شاء الله لقدام لدعم المنتجات المحلية الموجودة في البلد، وان شاء الله انه الاوضاع تتحسن، واحنا حابين كمان نفوت على الاسواق الاوروبية، فان شاء الله هاي تكون بادرة خير لهذا الموضوع. وبعد الافتتاح تجول الجميع للاطلاع على أكشاك المشتركين، حيث عرضت منتجات متنوعة من خيرات البلاد. الهدف الأساسي هو دعم المزارعين في تسويق منتجهم بأسعار كمان قليلة، ودعم النساء اللي كمان بنتجوا مشتقات مختلفة مثل المناقيش والمخللات وتوابعها التي يستخدم فيها زيت الزيتون. الهدف أن نؤكد أن الزيت هذا هو الذهب الأخضر لفلسطين، وثانيا هو عمل تقديري بأسعار مخفضة أيضا لمساعدة المستهلكين والناس في الحصول ما أمكن على هذه المنتجات. جاءت هذه الفعالية في موسم القطاف، وذلك لتعزيز وترويج منتج الزيت والزيتون الذي يعد رمزا للأرض والهوية. والزيتون مش بس زيت ولا مكبوس، في كمان خشب الزيتون، هو تحف كتير خرافية، احنا بزعتر منصنعها، منعيد تشكيلها، ومنطلع منها أدوات طعام وهدايا لتناسب جميع مناسباتكم وهداياكم. وتأتي هذه الفعالية التي استمرت لمدة 3 أيام متتالية فرصة لإبراز موسم الزيتون الذي يعتبر ذهب الشعب الفلسطيني، وكذلك لتعزيز الوضع الاقتصادي وتسليط الضوء على التراث الفلسطيني من خلال دعم وترويج منتج هذه الشجرة المباركة، ودعم للهوية وصمود المزارعين. فمن زيتونها نأخذ زادنا اليومي، ومن خشبها نبني جسر العودة، ومن زيتها نضيء سراج الأمل، وليبقى غصن الزيتون رمزا للسلام. للنورسات مارلين الحدوة من قاعة النادي الأرثوذكسي بيت جالة.